بونجور لي زامي، غادي نتعلموا في هذه الفيديو كيفاش نختصروا الكلمات الفرنسية المتداولة في المساجات في وسائل التواصل، وهذه غادي تساعدك بزاف باش دير دي كونتاكت وتبان اجور. اي فوالا، سي بارتي. ا بلس هي بسلامة، ا بلس تتكتب ا وتندير وحدها زائد، تتعني بسلامة، ا بلس يعني اون ابريفياسيون، يعني باختصار. ابسون هي غائب، يعني انا ما كاينش، ابسون، الاختصار ديالها هو A, B, S. بيز اوبتي يعني بوس ليا الوليدات، إذا كان شي واحد عنده الوليدات يعني تتقول له في الآخر بسلامة وتتقول له هو بوس ليا الوليدات. هي B يعني الاختصار ديالها هي B يعني بيز، A تتعني O، P هي بوتي يعني بيز اوبتي بوس ليا الوليدات. جو تومبراس بيان فور يعني تنبوسك بحرارة بقوة، تنبوسك بحرارة. Je t'embrasse bien fort. L'اختصار ديالها هو JTBF. Je te love. L'اختصار ديالها هو JTL. يعني je te love أنا أحبك. تنبغيك. Je te love grave. هادي تتقال في العامية الفرنسية. يعني اللغة الشفهية. يعني أنا أحبك كثيرا. Je te love grave. L'اختصار ديالها هو J, je, T وهو T, L وهو love, G وهو grave. Je te love grave. Bye bye ou bien bébé. يعني هي بسلامة. هادي تتقال في اللغة الشفهية اللغة العامية. Bye bye. يعني بالاختصار ديالها هو B يعني B ماجوسكول وزائد B مينيسكول. يعني bye bye. Ou bien bébé تيقولوا. Attends. تسنى. Attends. انتظر. الاختصار ديالها هو A de T. A de T. يعني تسنى. وتسنى شوية. À mon avis يعني الرأي ديالي هو يعني على حسب الرأي ديالي à mon avis الاختصار ديالها هو أما à mon avis à la prochaine يعني في المرة القادمة المرة الجاية à la prochaine الاختصار ديالها هو ALP à la prochaine إلى المرة القادمة bonsoir bonsoir وهو مساء الخير bonsoir الاختصار وهو BSR Bonjour, هي صباح الخير تنكتبوها باختصار بي جي ار بونجور سي تنديروها الاختصار ديالها وهو سي يعني سي سي ماجوسكول سي بيان جوي بحال تنقولوا بالدارجه تبارك الله عليك ما عندي ما نتسالك برافو عليك بيان جوي اختصار وهو بي جي بي جي بوغوس يعني ولد نقيقي ولد دارهم ولد زوين تنقولها حتى بالدارجه بوغوس الاختصار ديالها هو بي جي بي جي بو غوس ولد زوين ولد نقي زوين كوكو سي اون ساليوتاسيون يعني تحيه بحال تنقولوا صباح الخير ولا هادي هما تيقولوا كوكو يعني كوكو يعني كاين هادي تتقال في العاميه الفرنسيه الاختصار ديالها هو سي 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 ماجوسكول اس سي مينيسكول لا بيز وهي القبله بيز تنكتبو بي زد او بيان بي اي زد هذا هو لابريفياسيون ديالها بيز كومبيان شحال كومبيان شحال تتكتب بحال هذا الشكل هذا بغينا نختصروها سي ام بي هي كومبيان شحال كم كومبيان سي با غراف هي ماشي خطيره سي با غراف ماشي صعيبه ماشي خطيره ماشي شي حاجه كثيره لابريفياسيون ديالها هو سي بي جي بيزو يعني قبلة أو قبلة صغيرة أو هادي تتكتب بي اس اكس بيزو جو سوي يعني في اللغة الشفهية تيقولو شوي شوي يعني تيختصروها بهذا الشكل هذا وما تيكتبوها كذلك في هادشي ديال لي اس ام اس تيكتبو شوي تتعني جو سوي يا أنا جو سوي يا أنا شوي يا أنا سيتي بيان كانت مزيانة يعني كانت الأمور دازت مزيانة سيتي بيان تتكتب سي T B هي سي تي بيان الامور كانت مزيانه دكتور تتكتب دوك دي او سي دكتور هي طبيب ولا دكتور ولا المهم طبيب ولا دو ريان شي واحد يقول لك ميرسي انت خاصك تجاوبو خاصك تقول له العفو بالفرنسي تتقول له دو ريان او با دو كوا دو ريان او با دو كوا دو ريان الاختصار ديالها هو دي ار دي ار تتعني دو ريان العفو دون في دون هي في الاختصار ديالها هو دي اس دي اس ديزولي انا متاسف
انا متاسف ديزولي تتكتب لابريفياسيون ديالها دي اس ال ديزولي دي اس ال دو توت فاصون في جميع الاحوال دو توت فاصون هي في جميع الاحوال المهم في جميع الاحوال انا غادي نتصل بك تنكتبوها دي تي اف دو توت فاصون في جميع الاحوال ايكوت يعني اسمع ولا بحال تنقولوا حنا بالدارجه تنقولوا المقابل ديالها هو شوف هما تيقولوا ايكوت يعني اسمع الاختصار ديالها هو او سي تي يعني ايكوت سمع حل ودنك سمع اسمعني اش نقول لك في باشيي هي ما تعصبنيش ما تمرضنيش في باشيي في باشيي الاختصار ديالها هو اف بي سي اف يعني في باشيي فرونسي دابا مثلا نجي نكتبو لو فرونسي اللغه الفرنسيه تكتبوها اف ار يعني هذه هي الاختصار ديال فرونسي يعني الفرنسيه اللغه الفرنسيه اما مثلا نقولو فرانس تنكتبو اف ار ا فرانس يعني بلد فرنسا فيرم تاغل يعني هي سد فمك المهم هذه ما تتقالش تتقال شويه بالعاميه يعني كلمه سوقيه فيرم تاغل سد عليا فمك فيرم تا غول تتكتب الاختصار ديالها اف تي جي يعني هي فيرم تا غول سد عليا فمك جي فان جي فان في الجوع في المود ديال الجوع في الجوع جي فان تتكتب جي و اف تيزيدو حدا ان يعني المهم هما تيقادو الهضره تيقادو داك الاختصار تيقادو ان يعني جايه من فان هي ولا تكتبوا هاها يعني غير انا تنضحك تتبغي تعبر على شي واحد بانك تضحك تكتب ليه اش ا اش ا اش ا ولا تكتب ليه بحال هكا هي 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 غير انا تنضحك عندك شي اللي قلتيها ضحكني اش اس اش اس تعني اور سيرفيس اور سيرفيس يعني شي حاجه اور سيرفيس يعني ما خداماش اور سيرفيس ولا تتعني كذلك هاد اش اس تعني اور سوجي يعني راك خرجتي على الموضوع يعني يا اش اس يعني هادشي اللي تتهضر ليا اللي تتهضر ليا فيه هادشي اش اس يعني اور سوجي راك خرجتي على الموضوع جون نيمار طلع ليا الدم صافي مرضني هادشي تتكتب جي ا ام جون نيمار جون نيمار انا عصبني هادشي طلع ليا الدم je vais t'aider je vais t'aider غادي نعاونك غادي نساعدك je vais t'aider تتكتب j e v t d يعني الاختصار ديالها je vais t'aider غادي نساعدك je m'en fous ما عندي سوق je m'en fous كي طلعت كي هبطات الاختصار ديالها هو j m e f يعني je m'en fous je ris beaucoup يعني شي واحد تيقول لك شي اون بلاك شي نكته ولا شي حاجه تتقول ليه جو ري بوكو يعني راه هادشي ضحكني بزاف تكتب ليه جي ار بي جي ار بي جو روفيان انا غادي نرجع جو روفيان الاختصار هو جي ار او جو تادور جو تادور يعني انا تنعزك انا تنبغيك انا تنحبك جو تادور تتكتب جي تي دي je t'aime انا احبك تتكتب اما تكتبوها جي تي ام ولا جي ابوستروف تي ام تتعني احبك je t'aime كادو وتكتبوها تكتبوها بحال الشكل هذا ك دي او هديه كيس كو تو في اش تدير ماذا تفعل كيس كو تو في تتكتب بحال الشكل هذا ك او اس تي يو اف كيس تو كيس تو يعني المعنى ديال راه باين كاس توف لونطون يعني شحال هادي لونطون تنكتبوها بحال هكا ال جي تي ام بي لونطون صافي لونطون شحال هادي مو دو باس وهو كلمة السر ام دي بي ام دي بي مو دو باس مور دو غير تنكتبوها بهذا الشكل هذا ام دي ار تنشوفوها بزاف هادشي فيسبوك وفهادشي ديال الميساجات تنشوفو ان دي ار يعني تتعني قتلتيني بالضحك مور دو غير يا بغيتي تقول شي واحد ميرسي تتكتب ليه ام سي اي يعني شكرا ميرسي ام سي اي
maintenant تتعني دابا الان حالا تنكتبوها MNT MNT هو الاختصار ديالها MNT موا ولا تكتبوها بهذا الشكل هذا يعني باختصار تكتبوها MOA ولا MWA المهم ماريا شتا تفهم بانها تتعني موا تكتبوها زعما هكا بالزربه تكتبوا موا يعني هي انا تكتبوها بهذا الشكل هذا نون دو كونت هو يعني العنوان البريدي او لو نون دو كونت اعطيني لو نون ديال لو كونت ديالك يعني اسم ديال البريد ديالك يعني تنكتبوا ان دي سي نون دو كونت كونت جيميل مثلا نون بغيتي تكتب شي واحد تقول له لا تكتبوا ان ا ولا ان او بيان دوزان دوزان او بيان ان ا تتعني نون يكتب لك شي واحد تتعني نون هي لا انرفي يعني انا معصب تكتبوها انرفي هي انرفي اون سون فو يعني ما عندنا سوق اون سون فو اون سون فو تتكتب او سيف او اس او اف بروبليم يعني مشكل تتكتب بهذا الشكل هذا بي 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 يعني بروبليم مشكل parce que c'est ce que je veux dire PSK ou là tu vois PC culon il y a parce que les N il y a parce que j'ai rien dit يعني ما قلت والو j'ai rien dit tu vois باختصار rien dit يعني المهم المعنى راه باين يعني تقريبي هو هذاك rien à foutre ما كاين ما يدار rien à foutre تكتب غاف rien à foutre rien à foutre rien à signaler يعني ما كاينش شي حاجه لي خطيره او الامور بقات هي هذيك امور على ما يرام هذه في لارغو ميليتير يعني اللغه العاميه العسكريه تكتبوها بهذا الشكل هذا rien à signaler يعني تكتبوا RAS RAS يعني rien à signaler الامور بخير وعلى خير reviens bientôt يعني وما تعطلش اجي دغيا او ما تغبرش يا ار بي ار بي رونديفو تتكتب ار دي في يعني موعد ار دي في تتعني موعد ريبون يعني جاوب ريبون تتكتب ار او بي يعني جاوب انا تتسنى جواب ديالك ريبون